نيرمين فلان تعو معي تعو بسرعة انتبهوا انتشروا بكل الأمكنة لا ترجعوا قبل ما تلاقوهن يلا 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 أمرك معلم تكروحوا يلا رح ساعدك بعدي بعدي عمالكن زلال من هنا بتعرفي هالمكان أنا تخبيت هون لما لحقوني يا ربي شو بده يصير بأمي هلأ؟ أنا بدير بالي عليها أنتوا خليكن هون هلأ بس هدا الأوضاع بيجي بخبركن اصحوا تخلوا حدا يشوفكن ديروا بالكن منيح هدول ما بيخافوا الله وما في بقلبه الرحمة أبداً ما في قدامنا حل تاني إيه؟ شو بدك تساوي هلأ؟ بجوز يكون بدهن ياكي لا تاكل هم ما بيقربوا علي بعدين أنا فيني دبر حالي سلام يلا خلينا نرجع الباب بسرعة على مالك هاتي لشوف ديالا كانوا انطولوا ليش ده هلأ ما رجعوا بلكي كمان مسكوه لا طولي بالك شوي بإذن الله بيرجعوا نرمين وأيمن صاروا بخير وبيسلموا عليكم كتير زلال أيمن حكى شي مع النقيب ابن عارف ولا لا؟ ما بعتقد لأنهم كانوا هربانين من رجال التنظيم يا الله لوين؟ خالتي لا تقومي ما عاد فيني ضل هون لازم احكي مع النقيب ابن عارف فورا خالتي هو بيساعدني اسمعيني شوي لازم ما رح خليك تروحي قبل ما يقتلوه بعدي خالتي ما رح خليك تروحي وانت بهي الحاله اهدي شوي وارتاحي اتركوني بدي روح جيب ابني الله يوفقكم خالتي اتركوني خالتي بدي بس شوي شوي وين رايحه وانت شو رح يصير بخير ان شاء الله تطلعي شو رجال التنظيم شو كيف وينو هذا الخاين الحقير الواطي وينو هذا قليل الشرف ها؟ ما له موجود ست سناء أكيد أنت بتعرفي وينو الزلمي ما تقولي جاوبي ها؟ لوين هرب هذا الرجال الخاين؟ ما له موجود روح ولك جاوبي فورا بعد عنا جاوبي بسرعة قولي طول بالك شوي مروان لا تفقد أعصابك بكل الأحوال رح نلقطن أول عن آخر بدهن يرجعوا على بيوتن ورح نمسكن هلأ ما في داعي تعذب حالك معن حق البيت ما في حدا بسيطة رح نرجع نجيبهم بعدين بس انتي رح تشرفي معنا اتركها بدنا ممرضة مشان تساعد ياسمين بالمركز أنا الصحي انا ما فيني اتعامل مع الناس مثلكم تركتي عملكم قبل لك اتركها يا قليل الشرف اتركوني معك حاجة بعدوا عني عمر يا وطن عمر بعدوا عنا بعدوا عنا مروان بعد عن اختي ديالا ديالا امشي نحن ما رح نقرب عليكي كل طلبنا انه تساعدينا بالمركز مثل زمان ماشي انا رح طلع عليكي بين الفترة والتانية لا تطلعي من البيت ايه طيب روح
اللي بين ايدينا الكلاب ما رح يهدى لي بال حتى اشوفه قدام عيوني. يا رب يا رب ساعدني يا رب. الدكتور صار عنا. شايف هالوثيقة الموجودة على مكتبي؟ هذا تقرير أمني كاتبه النقيب ابن عارف، مكتوب إنه شافك أنت ومروان. طبعا أكيد رح يرفع هذا التقرير لقيادته. اسمع، أنا رح أقرأ لك الكلام الموجود بهذا التقرير، اللي شو رأيك باللي رح تسمعه؟ أنا النقيب ابن عارف قائد الفرقة المتحركة، ومهمتي هي الكشف عن العمليات الإرهابية والعمل على إفشالها، ومن خلال العمليات اللي قمنا فيها بهالفترة تم إثبات تعامل المدعو عدنان سهلنلي مع جماعات وقيادات التنظيم، وهذا الشيء زعج كتير أهالي المنطقة، وتم التأكد من أنه عدنان سهلنلي يقوم بأعمال غير شرعية بالمنطقة، وذلك من خلال استغلال الصلاحيات الممنوحة له من قبل فرع الأمن ومركز مكافحة الإرهاب، وهالشي يعتبر مخالف للقوانين والأنظمة، وأنا أطالب بالتحقيق مع المدعو عدنان وكل مين عم يتعامل معه. صدقني سيدي، التوقيع ابن عارف. لا تقدم لي أعذار، أنا نبهتك كتير وصرت أعطيك فرص كتيرة. على كل حال رح أساعدك، الشغلة بسيطة. معقول نقيب يعذبنا كل هالقد؟ اسمع، بدي إياك تخلص عن نقيب فورا قبل ما توصل هالتقارير لفوق وتكبر القصة. أنا بأمرك.